خلينا نبدأ في الصفقات، خمس صفقات استطاع النادي الأهلي إن هو يعمل الحقيقة أو يلبي رغبات الجهاز الفني للنادي الأهلي. برضو علشان كل الناس تبقى فاهمة الموضوع، إحنا مؤسسة النادي الأهلي دائما بتعمل بهذا الشكل، النادي الأهلي أو الجهاز الفني للنادي الأهلي بيضع رغباته وبناء عليه بيتم الاتفاق عليها مع لجنة التخطيط، وبناء عليه حضرتك كإدارة تعاقدات بتتحرك على هؤلاء اللاعبين، مظبوط كده؟ معلش كده خطأت اخر معايا واخر شويه، ممكن تقول هي معلش؟ بقول لك ال سياسه النادي الاهلي او مؤسسه النادي الاهلي دائما ما بتلبي رغبات المدير الفني، ازاي؟ المدير الفني بيضع رغباته وبيتم الموافقه عليها من لجنه التخطيط، وبالتالي بتتحرك لجنه التعاقدات لانهاء هذه الصفقات، هي دي السيركل اللي بنمشي بيها داخل النادي الاهلي. بص يا كابتن، الموضوع فيه طريقين بنشتغل بيهم وحسب الفتره، كل حاجه وليها وقتها. نعم بنشتغل، لا في النادي بيكون في توجه للنادي، توجه زي عارفي لونج تيرم بلان وشورت تيرم بلان. تمام، النادي النهارده عارف ان هو عنده احتياجات في مراكز معينه في الفتره الجايه، مثلا في بعض المراكز انت عارف كمان سنه او سنتين هتكون محتاج حد في المكان ده. نعم، فبتقدر من بدري كل احتياجات النادي كنادي اهلي عامه بشكل عام في المركز. مظبوط. المدير الفني ساعات بيكون ليه بعض الرغبات بيتم التنسيق فيها مع لجنه الكوره وكابتن الخطيب واداره التعاقدات. نعم، فهي ميكس، يعني هي المدير الفني مش قرار لوحده ان هو بيقرر حاجه زي كده، طبعا بشكل عام عندنا توجه عام للنادي، والمدير الفني بيكون جزء من التوجه العام ده، وبيكون في الاخر التنسيق بين الطرفين عشان نوصل لاحسن شكل لقوام الفرقه.